السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بجانب من الفن والعمران والهندسة الجزائرية الزيرية في مدينة بوسعادة، وعبر يعني هذا النموذج الرائع لفندق كرتادة وكذلك فندق القايد المتواجدين في بلدية بوسعادة، واللي يعتبرون يعني نماذج رائعة من الفن أو الهندسة أو التراث أو الجزائري اللي نريد أن نثمنه وكذلك أن نعممه في البنايات نتاعنا يعني المستقبلية، تكون عندنا هذا اللمسة الجمالية التراثية اللي يعني تستمد المقومات نتاعها من التراث والتاريخ نتاع الجزائر. نخليكم تتابعوا إذن هذا الفيديو حول التصاميم الهندسية الجزائرية في فندق القايد وفندق كردادة في بلدية بوسعادة، والسلام عليكم.